الإقامة الجامعية للبنات بالبوليدة شجارا عنيفا بين جزائريات وإفريقيات سببه للأسف سروال شجار تعقد واستعمل واستعملت فيه الأسلحة البيضاء من طرف الأفارقة لتكون ضحيته طالبتين جزائريتين هاجر زليلف والتفاصيل خلونا نخرجوها نخرج طفله اموراجيد ما خلوناش نخرجوها دخل الطوموبيل في الإقامة الجامعية للبنات رقم سبعة بالصمعة في ولاية البوليدة تقيم كل من الطالبة حبيبة وسارة رفقة طالبات إفريقيات أين جرت حادثة جديدة قديمة في رواق الإدارة موزمبيقية تتهم جزائرية بسرقة سروالها لتتطور المناوشات الكلامية لاستعمال الزجاج وينتهي بطالبتين في المستشفى وش ولاو يقولوا قولي على روحك باللي سرقتي سرقتي حوايجك قولي لي بلي سرقتي حوايجك باش نيفيتيو لي بروبليم باسكو علاش هما ذوي الحقوق هجموا كامل وتعداو عليا جاو ضربوني وعروني قطعوا لي حوايجي في لومبيلونس دمي شرشر فينا كاب بنموتوا في اي لحظه وهما حاكمين الشعر اللي قلعوه لنا من راسنا كاينه كي الزميله تاعي يشطحوا به ويقولوا لي سوفينير دو موزامبيك ونالجيري قضية حركت مدير الخدمات الجامعية التنظيم الطلابي ورئاسة الجامعة وتدخل غرفة مركز الدرك الوطني فالأيام القادمة كفيلة بأن تفصل في الموضوع خاصة وأن الحرم مزود بكاميرات مراقبة حقيقة الأمنية راهي وحنا في انتظار ما تسفر عنه النتائج قمنا كذلك بتحقيقات إدارية التنسيق مع سيدة رئيس الجامعه وفي انتظار ما توصل اليه التحقيقات حنا قمنا بالاحتياط اداريه على مستوى الاقامه على مستوى مدير الخدمات على مستوى المديريه العامه وحتى على مستوى وبالتنسيق مع رئيس الجامعه مشادات كلاميه بين جزائرية وموزمبيقيه تطورت وادخلت الجزائريه وزميلتها المستشفى ليسجل لهما عجزا تجاوز العشره ايام